ديال انير، وانير اللي هو عنده ثلاثه ديال الدلالات، اللغه العربيه الامازيغيه وتدارجه، لانه ملي تنقول انير اميرو طريق او تنور طريق لديه واحد الطفل وعنده ثلاث دلاله باللغه الامازيغيه. وفي هذه الاطار فكان مقاربه مندمجه ديال مؤسسه الذاكره في التعليم الاولي هو اللي تنشتغلوا به دابا بالعالم العربي بشراكه مع اقليم ديال العرائش وعمل الاقليم ديال العرائش. والشق الثاني فهناك برنامج جد مهم اللي تتعلق بالتربيه الوالديه، ومن خلالها تركزوا على الاشتغال على الطفوله المبكره، وخاصه من خلال ثلاثه ديال الفاعلين الاساسيين. هذا الاشتغال هو معكومه من خلال مجموعه حصص تحسيسيه اللي تتعلق بصحه الام والطفل او التغذيه المتوازنه او مواضيع اخرى اللي تتطرح للطفوله المبكره. العنصر الثاني تنشغل مع في اطار برنامج التربيه الوالديه، تنذكر بانه ترك الصيانه ديالو مع مطار اليونيسيف وتم المصادقه على وزاره التربيه الوطنيه. العنصر الثاني تنخدم كذلك مع الاباء للاشراك ديالهم في هذا التحسيس، وكذلك باش انهم يتمروا على الوعي ديالهم بالاهميه ديال انه يواكبوا الامهات في التنميه وفي النمو ديال الطفل والتربيه ديالهم. والعنصر الثالث تنخدموا عليه اخر الطوار هو الساكنه المحليه بمختلف المكونات ديالها، سواء بالساكنه ديال الطوار يعني باقي الاسر اللي في الشارع تستافدوا شويه ديالهم التعليم الاولي تهم العلميه من خلال مجموعه حصص كذلك، وكذلك جميع الفاعلين سواء كانت جمعيه او اي فاعل اخر فهو يشارك مجموعه حصص، وبالتالي من خلال هذه المقاربه تتم الاحاطه او انه الصلب ديال البرنامج التحسيسي فهو الطفل اللي تكون على داخل التعليم الاولي تكون مراقب من خلال الام ديالو او معبأ من طرف الام من طرف الاب ومن طرف الساكن الصغار، بحيث كما في التدخلات السابقه فهناك المحيط ديالو او المجتمع الصغير اللي تكون تتكلم بهذا الطفل سواء داخل الاسره داخل الفتره ديال التعليم الاولي او في المجتمع، يعني انه في الطوار ديالو او في العين او في اي مكان. وفي اطار التجربه ديال مؤسسه الذاكره فعقلنا انطلاق ديال هذه المجموعه الواحده الاجتماعيه اللي عملها وخاصه السيد العامري مشروع جميع الاخوه ديال المصلحه ديال الاعمال الاجتماعيه، والذي انتظرنا تصور ديال مؤسسه الذاكره ثلاثه ديال الهيئات الاساسيه. فانطلاقا كاين ولكن هناك كاين الهدف الثاني، حيث ان الهدف ديالنا ان شاء الله على مستوى اقليم العرائش هو ان نوصل لجميع الجماعات ان شاء الله القرويه وكل طفل قروي مغربي وصل السن ديال الاستفادة من التعليم الأولي يبلغها العقل. الرهان الثاني أو التحدي الثاني اللي تيطالب مكان مش عارف نشتغل عليه، مش يوصل ليه العقل ولكن يوصل ليه ويكون عنده التزام بكل المؤشرات الجودة، بحيث أنه أي طفل يتلقى على الطلب ومن حقه وما يجي علينا كفاعلين وكفاعلين وكشركاء باش نعطيو العقل اللي تتوفر فيه المؤشرات ديال الجودة. الطفل اليوم فهو شيء جدول والاستثمار مجموعة المؤشرات اللي تم التطرق لها كما تقولوا غالية عن كل تعليق. هذا الرهان الثاني هي الجوال. الرهان الثالث اللي ما قصدناش انه نساو هذه فرصة باش انه نتقاسموها كاملين هو الرهان ديال الاستدامة، بحيث انه على المستوى الوطني من الاتفاقية شراكة على مدى 5 سنوات، على المستوى الاقليمي اتفاقية على مدى سنتين والسنة المقبلة ان شاء الله كاين وحدات جديده، ولكن هذا الحدث فالانتظار ديالو هو الاستدامه ديالو، يعني خصنا اننا نضمنوا الاقليم ديال هذه السيدي، وبالتالي خصنا نطرحوا كل جهود باش نلقاو واحد النموذج واحد الموديل ديال الاستدامه اللي توافقوا عليه كامل واللي ممكن انه يخول لينا نضمنوا الاستدامه ديال البرامج، حيث لا تحنا ما يمكنش لينا نلقاو شي عذر او انه يمكن لنا انه ما نستغربوش لان كاين اطفال اخرى اللي غنتظروا ان شاء الله باش نقدموا ليها هذا العرف الكامل اللي تكون فيها جوده. قلنا هو بالنسبه لصاحب الجلاله نصر الله وشكرا لكم.